بأدب باحترام كيعرف كيفاش يخدم لو سافوار فير، شنو كتعرف دير؟ كيفاش جيتي لهاد المهنة؟ شنو باغي انت من هاد المهنة؟ كيفاش كتطبق التعليمات؟ كيفاش تاكل هاد الطرف الخبز اللي كنقولو حنا بالدارجة بالحلال؟ ماشي انت عينيك كيدورو فراسك فوقاش غادي شكون غيعطيك ومن غتنهبو، كيفاش غتعزل هذا وتهضر معاه بوحدو، كيفاش غدير لهذا؟ وهذاك الشيء كيطلع عليه النهار. ودابا راه المواطن وكل مواطن كامل ولا صحافة، اي واحد عنده بورتابل يصور. انت ما شفتو كاين رجال الامن اللي كيصوروهم في واحد الاوضاع مصيبه بحال؟ راه حتى حاجه ما بقات سهله في هذا الوقت، امور صعبت بزاف. اذا حنا خصنا نواكبوا هادشي، نواكبوا هاد التغيير. الواجبات كثيرة وكثيرة بزاف، وحنا غادي نمشيو معاها شوية بشوية، وكل بوند غنتكلمو عليه ونشرحوه باش الإنسان يكون عنده إلمام وإدراك بهادشي اللي خصو يدار. وإلا راه القطار غادي، راه غيفوتك الركب، حتى حاجة ما كتنتظر. دابا مشى وقت الانتظار داز، دابا راه غادية الناس، قافلة غادية، وها جري الحق، وها تحزن. من الواجبات الضرورية الاعتناء بالشخصية والهندام، الشخصية ديالك تا كتخدم عليها، كتشوف شنو انا ناقص، شنو انا اللي ناقصني باش ما نكونش بحال واحد الشخص محترم، شنو انا اللي ناقصني باش ما تكونش عندي واحد الجوده في العمل اللي كنأديه، شنو واحد الجوده اللي ناقصاني انا في صحتي باش نكون بحال واحد. وهذاك اخويا كيشد السيرفيس ديالو منين كيطلق سوايعو، كياخذ واحد القسط من الراحه، واحد الوقت، واحد نص ساعه في النهار ولا ساعه كيدير الرياضه. فكر انه يدير الرياضه، فكر انه يلوح عليه الكار، ما يكميش تدخين ممنوع، حيدوه هو من القاموس ديال الدماغ. لقى بان ديك الساعه ولا نص ساعه الرياضه في النهار كتعطي حوايج اخرين، طاقه ايجابيه اخرى، الجسم متناسق. الى عطاو الكسوه كتجي قدو، وراه ما يمكنش عطاو كسوه هذاك ما في الشركه، عطاو كسوه ايوا جاتو كبير، اش غايدير؟ كيمشي عند الخياط ويزيد عاوتاني واحد الطرف هنا ابيض ويزيد واحد الطرف هيد باش تولي القبجة واسعة، لا يعقل، عيب وعار. وهنا هنا فين كيبان الانسان كيخدم على ذاته. ملي كنهضرو على الذات ماشي غير الذات، غير الجسد، الجسد والدماغ. انا قلت بدل لا مونتاليتي ديالك، بدل التفكير ديالك، بدل الطريقة ديال التعاطي ديالك مع الامور، بدل طريقتك في حياتك. راه حتى واحد ما غادي يغير عليك، راه كتعطاك دروس، انت في واحد السن كبير، راك في واحد السن، يعني راه فتي سن الرشد كاع، راه المسار ديال المسير ديالك بيدك، انت اللي عندك كيفاش دير الحل راسك وتغير راسك. المحافظة والاعتناء بالهندام، وانا صاحبي راه كتشوف شي ناس والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله، مات شركة الامن الخاص، وعرفتي شي قمجة والكول ديالها كحل والله ما مصبن، والقمجة بيضة. دابا الغريب في الامر كيعطيو قمايج بويض، يعني البيوض اللون الابيض سي لو سامبول دو لا بروبرتي، راه واحد الرمز ديال النظافة. راه الالوان عندها واحد، اي لون عنده واحد الرمز ديالو، كنهضر على اللون الازرق، راه اللون ديال الراحه والهدوء. ولهذا ملي كتدخل شي سبيطار كتلقى الريدو ديال الزرق، علاش؟ حتى في دار كي درتي الريدو في شي شومبر
وطلقتي الريدو وكنتي عيان كتنعس كترتاح، كتدخل كتشوف داك اللون زرق كتنعس. راه اي لون عنده واحد الرمزيه ديالو خاصه. البيض سامبول ديال لا بربر، دي كنقولوا البيوضيه كنقولوا النظافه، وها كنقولوا بيض بحال الحليب. انت القمجاك حل العنق ديالها كحل، ولا كتلقى الجيب ديال السروال بقاوت اللي كيدخل كلا ساندويتش دخل يديه في الجيب، الجيب كتلقاه مكوح حشومه طبايع، وما مصبن ما محدد الصباط ما مسيريش عيبه. ورا السيراج ارخص حاجه هي السيراج، ياك داك ما نقولش الاسماء ديال السيراج، الرخيص كيدير 3 دراهم 4 دراهم تسيري به ما نعرفش حال. وشو هذاك اللي كيسير الصباط؟ سير عنده اللي كيسير الصباط، شوف الطريقه شنو كيدير، شويه ديال ديال ديال, ديال السيراج وكيحكو في الشتاء وكيخرج الصباط كيشعر غير شويه كيدير. راه امور بسيطه، ولكن الانسان اللي ما كيتغاضى عليها وما كيعطيش اهميه راه كتكبر. راه ما صبنتيش هاد النهار، ما صبنتيش غدا، جات السيمانه جات، راه داك الوسخ كيولي كحوليه، وكيساعد على ان ديك المسام ديال التوب ديال هذا كيرشه كيتحك كيتقطع، ولكن الامور اللي كتنظف دائما راه كتاخذ واحد المده. الانسان الاعتناء راه كنهضر دائما على الشكل الخارجي. هذا الامام ابو حنيفه النعمان على ذكر المظهر الخارجي، انتم عارفين حنا كاع الناس اللي قراو شحال هذه قراو في المسجد. المسجد شنو هو؟ يعني المسجد يعني حنا نقولوا الترخيم ديالو المسجد، مسجد ماشي. كنا كنقراو على حصيره، الحصيره حنا جالسين على الحصيره والفقيه كيجلس على واحد المصطبه هكا عاليه فيها واحد الحاف ولا، وكيجلس كيربع رجليه وكيبدا يقرينا القران، حنا كنرددو من موراه. هاد الطرق التقليديه ديال قبل ما كندخلوا للمدارس كان هاد الامور شائع، وكانت اي حومه فيها كتاب ولا هكا المسيد وجوج ولا هكا في كل حومه، يعني كان معروف الدريرو غيكبر شي شويش كيدخلوا يقرا في المسجد داك المسيد ويقرا القران ويحفظ. هذا ابو حنيفه النعمان كان كيقري بهذه الطريقه، وكان راجل كبير شويه في السن، ودخل عنده واحد الراجل، الراجل عنده ولدو كيقرا من ضمن دوك التلاميذ. وابو حنيفه النعمان كان طالق رجل وطاوي رجل، جالس على الحصيره طالق رجل، ان الانسان في الكلاس ملي كيعيا حتى في الجامع في صلاه الجمعه ولا راه كان كتوقع لنا كتقول جالس مربع رجليك، ولكن بعض الاحيان كتحس بواحد التعب كتطلق رجل وتقدر تطلق رجليك بجوج. كان طلق رجل وطاوي رجل، ودخل داك الراجل بواحد اللباس واحد العمامه وواحد ودير واحد العطر متطيب واحد العطر، يعني ابو حنيفه النعمان يعني استحيا وجمع الرجل اللي كانت متلوقة هنا صدق مربع رجليه، وانطق داك الرجل انطق بواحد الكلام يعني ما انسان جاهل ما فيهش ادنى يعني ولو نسمة ديال الاحترام. وهذه ابو حنيفة استغرب، شوف هذا الانسان بهذه الضخامة وبهذا اللباس الانيق وبهذا العطر ولكن لا يفقه شيئا، هي مع نفسه قال غير مع نفسه، وقال وهنا ابو حنيفه يطلق الرجلين، ويطلق رجليه بجوج. كان طلقه وحده، من دخل السيد احترمه وجمع رجله، منين شاف داك السيد ما لا يساوي شيئا في دماغه، المظهر شكل والدماغ شكل، قال له وهنا أبو حنيفة يطلق الرجلين، وطلق رجليه بجوج. إذن إذا كنت شخص محترم
وطبقتي التعليمات ولبستي بدلة مزيانة وسيريتي صباطك حسنتي وجهك قاديتي شعرك. هذا المظهر الخارجي. إذن خص الروح ديالك تنطابع تعطي واحد انطباع زوين إيجابي. انطباع إيجابي شنو؟ طبق التعليمات المهنة، نكون خالوق ومؤدب ومحترم وكنعرف اش كندير ونعرف التخصص ديالي، الحاجه اللي غنراقبها الرقبه، الحاجه اللي غتدخل تدخل، اللي ما تدخلش ما تدخلش، الحاجه اللي غتخرج غتخرج، اللي ما غتدخلش ما تدخلش، وكل هادشي في اطار قانوني محض. ما نزيدش من راسي، الزياده من راس كتحش الرجلي، الزياده من راس كتحش الرجلي. مني كتكون واحد الهارموني، واحد التنسيق، واحد التناغم ما بين الشكل والمضمون، كيعطيو شخص عظيم، كيعطيو شخص في المستوى، شخص لائق، شخص ما نتكلموش عليه كاع بالسوء، ما كيخلي لك فين تهضر. وهذه راه في جميع المهن وفي جميع الوظائف. وراه كتلقى مثلا مؤسسه تعليميه كتلقى بعض الاساتذه سبحان الله مميزين على اساتذه اخرين، لا في معاملاتهم مع التلاميذ، لا في الطرق التربويه اللي كينهجوها، لا في التعامل ديالهم مع الاباء منين كيجيو يستفسروا على اولادهم ولا كيستدعاوه يعني يتم استدعاؤهم على شي مشكل ديال الاب، كيفاش كيتعاطاو، كيفاش كيقنعوا داك الاب، كيفاش كيوجهوه باش هو بدوره يوجه ولده. كتمشي مثلا الاداره مثلا لدار الضريبه ولا ديال الماء والكهرباء، ولا كتلقى موظف مع واحد الموظفين متميزين سبحان الله، كتقول له وسير عند فلان، راه غير الهضره هكا في الحومه، كيقول له اخويا عندي واحد المشكل ديال العداد الماء ولا الكهرباء، كيقول له سير قلب السي فلان كيعطيك سميته. علاش؟ لان ديجا تعامل معاه واحد المعامله زوينه وعارفو خادوم وعارفو انه غادي يقضي داك الغرض وبدون حتى شي حاجه، بلا ما يتقلق بلا والو، خاطرو واسع وراه غادي يعطيك النصح وغادي يوجهك ويقول لك ها شنو الصالح وشنو ما صالحش. ولكن هذا باش كيجي الانسان فين كيوصل لهادشي؟ باش كيوصلوش من فراغ، لا كيخدم على نفسه، كينمي الافكار ديالو، كيبحث، كيحاول يشارك في الامور الايجابيه. راه وانت واحد النهار ما خدامش لحد وسمعتي كاين واحد الماراثون في المدينه الناس كاملين غادي يشاركوا ويجري، وانت نوض لبس لك يطماس بردينا وسير جري في وسطهم كاع، لا تجي الاول، غير ندخل انا في وسط داك الموجات عباد الله ونديو البز ديالي معايا ونجريت انا في وسطهم، وراه هانيه الامور وكتمشي الامور. راه الامور الايجابيه راه عادي، راه كات راه تفيقك من النعاس وتديك من عارفين. ولكن الامور السلبيه كتخليك في بلاصتك، كترشم الخطوه ديالك في بلاصتك، ما عندك فين تزيد. قلنا الاعتناء بالهندام وبالشخصيه ديال الانسان، الامتناع عن الاماكن المشبوهه، اي مكان فيه شبهه وعارف غادي يجيك منه الويل وغادي يجيك منه غير المشاكل ما تمشيلوش، ما عندك ما دير به. ما تمشيلوش صافي، واضح. نمشي للاماكن، نرتاد الاماكن مزيانه، اماكن رياضيه، اماكن ديال الفسحه، شي حاجه اللي غادي تستافد منها غادي تمشي لها،
شي حاجه اللي غير تجيب لك النحس ما عندك ما دير به. واضح هذا البوند هذا. عدم او تجنب اصدار اي اشاره تفيد الحصول على جزاء مادي او معنوي مقابل خدمه. وهذه قلت لكم راه كتشاف وكتهاد. كاين بعض الفئه اللي تعودوا انهم يمدوا يدو كيبقى يبين لك يعني من اجل هذه غتعطيني هذه. مثلا مثلا التوقيت ديال دخول المستشفى يعني مازال ما كاينش التوقيت ديال الدخول. هو كيبقى يبين لك في الهضره انني نساعدك وندير لك وممكن ندخلك ولا غدير شي راديو اللي قالوا لك ما غيندارش ديك الساعه وانت كتقول له انا نهضرك مع شي طبيب ولا يعني كدير ايحاءات ان يعني بواحد المقابل مادي راه ممكن انا ندير لك هذه الخدمه. وهذه راه كاينه بزاف ممنوع. عدم المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين. هذاك المواطن بحالك بحاله الحق ديالك وديالو مكفول في الدستور. ما عندك لاش تهينو ولا تسلبو شي حق من الحقوق ديالو ولا تحاول دير شي تجاوز في حقه ولا تمد يدك عليه ولا تضربه ولا تقول له شي الفاظ بذيئه او الفاظ يعني تحط من كرامته. ما عندكش الحق. اي رجل سلطه كاين ما بغى يكون كاين قانون في البلاد كيمشي عليك ويمشي على كل الناس مهما كان المستوى ديالك الوظيفي الوضعيه ديالك في المجتمع الوضعيه ديالك اطلاقا. عندك فوقاش كتنتهي الحريه ديالنا عند بدايه حريه الاخرين. هنا كتنتهي الحريه ديالك. ما عندك علاش غادي تتجاوز شي حاجه اخرى. بينك وبينو القانون كاين ضوابط والتزامات عندك كتقوم بها وتعليمات كتنفذها بحذافيرها بالحرف. ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هادشي. صافي. عدم اللجوء الى استعمال العنف ضد الاشخاص. انا قلت لك وغادي نبقى نقولها لك راه ماشي بالجسم تدار الامور. ماشي بالجسم كتحل المشاكل. ماشي بالقوه تفض النزاعات. لا كاين امور اسهل وطرق جميله وجميله جدا. كلام الحلو كيتعطى في الديه. هذا المعنى هذا قديم ديال جودنا. كيكون شي شخص قتل شي شخص وكانوا ناس كيطالبوا بالقصاص من داك الشخص. وهذه اللي بغى يعرفها يشوفها كاينه بزاف في الخليج وفي اليمن وفي الاردن. يا إما القصاص يعني النفس بالنفس يا إما الدية كيكون التنازل من إحدى العائلتين. إحنا ما عندناش هادشي. إحنا عندنا قانون كيسري على الجميع. علاش كانوا كيقولوا الكلام الحلو كيتعطى في الدية. كيكون هذا قاتل هاد الطفل من هاد العائلة ولا راجل من هاد العائلة قاتل هاد الراجل من هاد العائلة وكيمشيو الوجهاء ديال ديك القبيلة وبكلامهم الحلو كينقذوا هذاك القاتل من حبل المشنقه. وداك الكلام الحلو كيكون هو الديه كاع وراه ما يعطيو لا فلوس لا حتى حاجه وكيسمحوا له. ولكن دوك الناس كيعرفوا كيفاش يوصلوا لهم داك الرساله او داك الميساج كيفاش يسمحوا له. اذا بالكلام المزيان راه غادي تفادى بزاف ديال المشاكل. انت في غنى عنها والشركه في غنى عنها. ما توصلش للعنف. انا كنعرف الناس في هذا المجال كيخدموا في دي سيكتور هاد المواقع
عنده علاقة طيبة مع الشرطة، مع مفتشين الشرطة، عنده عندي الأرقام الهواتف ديالو، أو والله ما كيستحق أنه يهضر معك، يشوف شي حاجة في لونتوراج وغاش يجيب شي مواطر وشي كيخلعوا ولا هذا كيغوت لي زانسبكتور حتى كيوقعوا عليهم دوك صحاب الدرجات الناري. ارى الورق ديالك شنو كدير انت هنا، راك بفاطي ماكس، شنو شكون انت، قلبوا شنو عنده، واش هز شي سيف شي جنوي في ديك الدرب مظلام. والناس والله الا هكا باش كيخدموا، وهم مأمنين وعايشين بخير وكيشد العسه ديالو في داك الموقع، والله ما كيخاف حتى من حاجه. علاش بالمعامله ديالو الزوينه؟ شوف كيختار الطريقه باش يفك راسو. هو داك عمل واجب وطني. انا شفت شي حاجه في واحد الحي غتكون شي سرقه، واخا انا ما عساش على ديك الدار اللي غتسرق، وشفت المشبوهين وجايين بالمواطر وكيدوروا ويتختلوا ويوليوا يدوروا وكان روندي كونت بهم، اما المسؤول ديال الشركه ولا هذا كيكون عنده علاقات طيبه معاه وكيفك راسو ما يطرى له حتى حاجه. ويجي واحد اخر مسخوط وما باغيش يعرف والدماغ ناشفه وكيجلس وعلى الكرسي وحال فمه والتليفون تيقفوا عليه هو كيجريسي هو هذاك باللبسه ديالو. علاش هنا دائما كنهضروا على التفكير واحد الرزانه وبتعقل وبتبصر وحكمه ملي كيكون عندك حد عوامل النجاح اكيد غتنجح في المهمه ديالك 100% غتنجح في المهمه ديالك ما فيهاش النقاش. عدم الحصول على بيانات او معلومات تخص الشركه المشغله او المقر المكول الى حراسه، هذا راه ديجا هضرت عليها وهو كتعاود، والامور ملي كتعاود كل ما تكرر تقرر. حاجه ملي كتعاود راه باش يكون دائما التاكيد اللفظي، علاش؟ باش كيرسخ عندنا واحد الفكره، راه هذيك الاسرار صعيبه، راه هذيك الاسرار كتضيع شركات، كتضيع حتى الشركه المشغله ديالك انت. رجل الامن، والامن من الامان، والامان يعني من الثقه. كنقول لك كنامنك على شي حاجه، كنثيق فيك ونخليك حريص على ديك الحاجه لانني ثيق فيك، ماشي انت حاميه حراميه، انت اللي انا كنثيق فيك، انت تخذلني ما يمكنش. إذن أنا غنكتفي بهذا القدر، والواجبات كثيرة، وإن شاء الله غادي نطرقوا لكل واجب على حدة، أكيد غتكون استفادة عامة إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تتبعا لما سلف وما تحدثنا عنه من سلوك أو مظهر خارجي وبعض الواجبات اللي مفروض يتحلى بها رجل الأمن الخاص،
المظهر الخارجي شي حاجة اللي ضروري، راه بحال الأكل، شي حاجة الأكل راه العين، العين كتشوف، العين قبل الذوق، راه العين قبل الذوق. إذن أي شركة كتحاول تجهز الناس ديالها ألبسة وبمعدات خاصة بها، علاش؟ لأن الزي المحدد يهدف إلى عدة أهداف، من بينها الحصول على هيئة متميزة ومتجانسة. الزي المحدد دائما كيعطينا انطباع بان كاين واحد الانضباط، واحد التجانس، واحد التآخي ما بين الافراد ديال الشركه، وفي نفس الوقت كيسهل عمل العنصر الامن الخاص. راه ملي كتكون لابس البدله وانت في واحد المكان عام اللي يقتضي انك تنظم الناس، راك باين بانك رجل امن خاص لابس بدله موحده ديال شركه، الناس كيحترموك، كينفذوا التعليمات ديالك، كيتصنتوا الى استفسروا في شي حاجه وجاوبتيهم كيسمعوا لك، لان انت ادرى بداك الموقع اللي راك فيه وعندك معلومات وعندك افكار ممكن تساعدهم بها. والزي كيمكن المواطن من الاعتداء اليك بسهوله، راه بغيتي تسوي شي حاجه وراه السيكوريتي باش حال مراك تكون غير داز مع الزنقه كتبغي تسول شي حدا شي حاجه كيقول لك اخي ما عرفتش، ولكن داك السيكوريتي راه هو في هذا الحي، هو راه هنايا خدام، يقدر يعطيك فين كاين هذا الشيء، اش كتقلب في هذا لونطوراج هذا كتمشي عنده. علاش؟ لان انت هذاك راه رجل امن خاص، انت كتيق فيه، كتمشي وكتسولو وراه كيجاوبك، الا كان كيعرف ما كانش كيعرف غيصيفطك عاوت الحاجه اخرى من مامنه، ما غاديش يكركبك غير هكاك، لا، انه هو عنده واحد الحس امني، هذاك راه عنده اخلاق، عنده مبادئ، عنده دروس قراه، راه غيتعامل معك بواحد اللطف وغادي يوجهك للحاجه اللي فيها الفائده ليك. تمكين المواطن من الاهتداء اليه بسهوله باعتباره عونا في خدمه المجتمع، راه عاون حتى هو، غير هو سلطه خاص عاون وفي صدور خدمه المجتمع، كما ان رؤيه المواطنين له بداك الزي تبعث على الاطمئنان. راه تقدر تكون بنت غاديه وحاسه بشي واحد غادي إنجليزيها ولا عكسها وتمشي لعنده وتوقف عنده تحتامي فيه، وهذه كترى بزاف في الأحياء الصناعية، راه كتكون بنت وتابعة شي واحد كذا وكتجري فوقاش توصل لحداث السيكوريتي وتوقف، راه هذه كترى بزاف في الأحياء الصناعية، ولا كتخرج من المعمل ومثلا الخارجه ما كاينش ترونسبور ولا، وراه كتوقف حتى تعيط لشي طاكسي ولا شي حد اللي غيديها ولا دير شي طاكسي ويوقف هذاك رجل الامن الخاص الطاكسي وتركب وتمشي، كتحتامي فيه لانه اللي راه كنهضروا على الامن، راه فيه النسمه ديال الامان. هذه مساله معروفه، حددت اي شركه كتحدد واحد الزي متفرد للموظفين ديالها والمكونات ديالها واللوازم ديالو، كيهضروا على المكونات واللوازم، راه امور لي زاكسسوار ديال البدله، راه كتلقاهم كاين ديال الزيبوليت، كاين ديال الفوراجير، كاين الاسماء ديال الشركه في الكاسكيت، في هذا في الباج كتلقى الشعار ديال الشركه، راه امور متميزه كل شركه كتعرفها بليزانسين اللي دايره بليزيكيسون، أمور
كاين شركات اللي في واحد المستوى راقي في اللباس ديالها سواء صيفا او شتاء، يعني تدعو الى الفخر، يعني شركات. ان ارتداء الزي الموحد بقدر ما يبعث على الافتخار ويشرف حامله فانه يفرض عليه بالمقابل واجبات والتزامات. هذيك اللبسة بقدر ما كتعطيك واحد الفخر، واحد الاعتزاز بديك المهنة، ورا ما كتحبش المهنة غير سيصير في حالك. إن أكبر الكبائر أن تمتهن مهنة لا تحبها ولا تفقهها ولا تفهمها. راه من أكبر الكبائر بحال شي جريمة إلا مشيتي لواحد المهنة وانت ما باغيهاش وما كتفقهش فيها وما باغيش تعرف فيها، وانت دايرها هكا غتكون بحال ديك المرأة اللي غير مجوجة كيقول لك ضل راجل ولا ضل حيط، بحال هكا هي غير مجوجة من أجل أن يقولوا الناس راه ما بقاتش يعني عانس، لا هي كتبغي داك الراجل، لا هي غادي تقوم بالواجبات ديالو معاه مع ديالها معاه، لا هو غادي يعيش معاه مرتاح، لا هي مرتاحة نفسانيا، راه هكا. اللهم اخويا هاد المهنة انا كنبغيها نعطي فيها ونشوف شنو، ما غنعطيش فيها نمشي نشوف شي حاجة اخرى، والا راه تولي وبال عليك، وبال ومشكل كبير. بالمقابل هاد الزي راه قلنا كيفرض واجبات والتزامات، يجب على الزي ان يكون معتنى به، تعتني بالزي ديالك، حلاقة الذقن يوميا وتسريحة الشعر قصيرة والشارب مقصوص في حالة الاحتفاظ به. انا هادشي راه قلتو وكنعاود باش يتقرر في الدماغ ديال الناس اللي كيشتغلوا في هاد الميدان، راه مسألة ما فيهاش، والإنسان خصو يتحلى بالحزن والنشاط والحيوية وعدم التدخين أثناء العمل، راه ملي كتكون واقف في الحراسة ديالك راه ماشي واقف وانت كتدخن والمواطنين حداك والناس حداك، انت جالس كتكميه، وداك الزي عنده احترام، عنده قدسيته، هذاك شرف،